شلونكم شباب؟ وياكم جوسي تندر ستيك. اليوم راح اشرح واسوي ريفيو للدبابة 200F215B اللي هي دبابة بريطانية من درجة 10 ثقيلة. عندنا FV215B واحدة من اقوى الدبابات باللعبة حاليا، خصوصا من ناحية دي بي ام. مثل ما تشوف دي بي ام هو اقوى دي بي ام باللعبة حاليا، لان هالدبابة عندك بيها ريلود سريع، عندك الفا قوي، وعندك كل شيء قوي صراحة. يعني من احسن الدبابات اللي انا تعجبني باللعبة، من اكثر الدبابات اللي تعجبني. نجي على الاحصائيات. بالنسبة للدي بي ام 3275 دي بي ام رهيب، هو اعلى دي بي ام بالنسبة لدبابة ثقيلة بالدرجة 10. يعني هو نفس الشيء بالنسبة لل 113، بس اكو فرق بين الافي بين 113، وبعدين راح نجي له الفرق. عندك قوة الاختراق، 259 اللي هو همين من اقوى قوة الاختراق باللعبة. مثل ما تشوف الدبابتين الوحيدتين اللي تتفوق عليها هي الاي 7 260 والشيفتين اللي هي 260. صراحة ماك فرق هواية، لان نقطة واحدة فرق بالبنتريشن، مليمتر واحد، فمو كلش فرق عالي. زين، نجي على الفا. الفا 400 حال اكثر دبابات الثقيلة بالنسبة للدرجة 10، هو ممتاز صراحة. وعندك طبعا الماوس الفا تبعها اقوى، والاي 100 الالفا تبعها اقوى، لان بس هذول دبابتين عندهم دي بي ام اقل، لان الريلود تبعهم بطيء. زين، نجي على الريت اوف فاير اللي هو ريت اوف فاير تبعها 8.19، نفس الشيء ويا 113 دبابة صينية جديدة، ونفس الشيء مو نفس الشيء يعني أقوى قصدي أقوى من كل الدبابات الثانيين. من هذا هذول الدبابتين عندهم أقوى دي بي ام، عندهم أقوى ريت فاير، وعندهم أسرع ريلود سبيد. ذول الدبابتين الافي وال 113. زين، نجي على السلاح، يعني المدفع تبعها. عندك الايم تايم مالتها 1.27 ثانية، واللي هو ايم تايم رهيب رهيب رهيب. بسرعة راح تقلص الدائرة بحيث تقدر تضرب العدو تبعك، واكيد الدقة عالية. مثل ما نشوف 1.27 هو ثاني اقوى ايم تايم باللعبة بعد الجي فيت 7 هيفي اللي هي دبابة امريكية درجة 10. بس الفرق بيناتهم انه هالدبابة عندك الديسبرجن تبعها 0.299، هو يعني صراحة دقة عالية حتى من تتحرك الدبابة، دقة عالية لما بسرعة تريد تأيم. بالنسبة مقارنة بالدبابات الثانية، يعني مثل ما تشوف الجي فيت 7 هيفي عندها ايم تايم اسرع، بس الديسبرجن تبعها اضعف، صح بدرجة قليلة. بس انا لاحظت لما العب الدبابة صراحة الدقة تبعها اعلى من كل الدبابات الثانيات، كل الدبابات الثقيلة الثانية اللي موجودة باللعبة. مثل ما تشوف بالنسبة للحركة لما تحرك الدبابة عندك احسن دقة باللعبة من بعد الشيفتين اللي ما اعرف صراحة اذا محدثيها او لا، اللي هو ما محدثيها وممكن تكون اضعف، بس هنقول ثاني اقوى ديسبرجن باللعبة لما تتحرك دبابة. اوكي، زين، نجي على الديبريشن والاليفيشن، يعني ايش قد راح تقدر تخفض المدفع تبعك وايش قد راح تقدر ترفع المدفع تبعك. عندك الديبريشن تبعها 7 درجات، 7 درجات بالنسبة لدبابة درجة 10 صراحة ممتاز. واني لاحظت من اللعب، يعني من لعبة هالدبابة صراحة 7 درجات ممتاز جدا، بالنظر انه هي لها درع عالي اللي راح نجي عليه بعدين. وعندك 15 ترفع لي فوق، الصراحة مو كلش هواية، بس ما راح تحتاج اكثر بمعظم الاحوال. هو هذا طبعا اقوى من 113 اللي عنده 6 درجات، بس الفيفتي بي طبعا عنده 10 درجات، والشيفتين عنده 10 درجات اللي يتفوقون على الاف في. هواية دبابات صراحة فيفتي بي، الماوس،
E100 نفس الشي، الG15 أقوى أكيد، والE5 أقوى أكيد، وعندك T57 هم أقوى. IS4 طبعا دبابات روسية مو كلش قوية من ناحية الدبريشن. زين طبعا عندها هي توريت راح تندار كل 180 درجة. ونجي هسه على السرعة. بالنسبة للسرعة الدبابة صراحة ما عدا سرعة كبيرة، ما عدا كثير سرعة ممتازة يعني، بس يعني هذا السرعة المطلوبة بالنسبة للخصائص اللي تمتلكها الدبابة. سرعة تبعها 34 أقصى شيء، تحرك للأمام طبعا، والتحرك للخلف 12 كيلومتر بالساعة. بالنسبة مقارنة بغير دبابات عندك الـ113 أكيد أسرع، الـ50B أكيد أسرع معروفة، الماوس طبعا أبطأ لأن ثقيلة جدا، والـE100 شوية أبطأ لأن أيضا ثقيلة جدا. G15 أسرع طبعا، عندك الـE5 أسرع، وتقريبا كل الدبابات أسرع ما عدا الدبابات الألمانية. زين نجي على الباور تو ويت ريشيو، يعني القوة بالنسبة القوة الهورس باور بالنسبة للوزن 15 اللي هو ممتاز صراحة، بس مع ذلك مو أحسن من كل الدبابات اللي هم ما عدا يعني الدبابات الألمانية، لأن ثقيلة مثل ما قلنا، عندهم سرعة أبطأ، عندهم حركة بطيئة. زين راح نجي على الترافرس اللي هو الحركة الجانبية. عندك الحركة الجانبية يعني معناها حركة دوران، هنقول 33 درجة، 33 درجة اللي هو أعلى من كل دبابات الثقيلة باللعبة. صراحة ممتاز، حركة ممتازة تحتاجها بالنسبة لما تكون بمعركة ضد ميديوم، دبابة ميديوم، دبابة متوسطة أو دبابة خفيفة، تحتاجها هالسرعة بشكل رهيب. والصراحة مو مقصرة السرعة، مو قاصرة السرعة، سرعة ممتازة من ناحية المعركة ضد الدبابات المتوسطة والدبابات البطيئة. زين نجي بالنسبة للكريدتس على حال بقية الدبابات، طبعا مو ممتازة 80.6%، راح تخسر هواية كريدتس لان راح تحتاج بريميوم اموك هواية، راح تستعملها هواية. الفيو رينج مالتها 269، همين اقوى فيو رينج بالنسبة للدبابة ثقيلة باللعبة، متساوية ويا الفيفتي بي ومتساوية ويا T57 هبي. بالنسبة لل HP اللي هو نقط الدبابة، عندك 2230 هاي طبعا بالإضافة لل 5% تبع ال HP اللي راح تنضاف على الدبابة، بدونها راح تكون عندك 2100، وهو صراحة ممتاز بالنسبة لدبابة من درجة 10، أحسن من ال E5 وأحسن من T57 هبي وأحسن من هواي دبابات باللعبة. نجي على الدرع تبعه. الدرع عندك الصراحة الهل آرمر اللي هو الجسم الهيكل تبع الدبابة، مو التوريت. عندك الهل آرمر تبعها 152 من قدام، الصراحة مو كلش قوي، بس ضد الميديومز لما تلعب بشكل قريب جدا راح تصير باونس هواية، راح تتبعد هواية ضربات منك، ما راح يقدرون يخترقوك. 102 من جوانب مو كلش قوي، بس احسن من هواية دبابات، منه يجعلها انه من الصعب انه واحد يخترقها بالاتش اي وتضرر الدبابة هواية. 76 من الخلف مو كلش ممتاز، بس ما راح تحتاج هواية من الخلف لان كل دبابات كل احوال ضعيفة من الخلف. عندك نجي على الدرع بالنسبة للتورت. التورت تبعها 254 صراحة ممتاز لما تجمعها ويا السبع درجات اللي على الدبابة، الصراحة ممتازة هي، بس عندها نقطة ضعف أنا أشوفها بالفوق يعني بالسقف تبع التورت تبعها، نقطة ضعيفة إذا تستخدم ضدها بريميوم أمو وتستخدم فيها دبابات عندها قوة اختراق عالية
راح تقدر تخترقها بشكل سهل. بالنسبة للجانب من ترت عندك 152، ممتاز صراحة، بس طبعا من جانب إذا راح تدورها بشكل كبير كل الأحوال راح يخترقوك، ونفس الحال بالنسبة من ورا. هاي عندك ال FV215B بالنسبة للإحصائيات. هسه راح نجي للريبلايز اللي أنا سويتها، راح نعلق عليها ونحاول نشرح عنها بالتفصيل. شباب، وهاي رجعنا ويا أول ريبلاي لل FV215B. هالريبلاي راح تكون على كاستيليا، واحدة من الخرائط الصراحة ما تعجبني بهالدبابة، بس لما لعبتها هاللعبة كانت صراحة ممتازة. عندنا كم هبي راح نشوف، نوقف الفيديو ونشوف بالنسبة لفريقنا. عندنا ميديمتين، 2 دبابات متوسطة، 2 عندنا كم هبي، 1 2 3، 3 هبيز دبابتين تي دي اللي هما مدمرات. وبالنسبة للعدو عندهم 4 مدمرات، عندهم 3 هيفيز، يعني ما عندهم ميديومز. الشيء الممتاز بالخريطة انه عندنا ميديومز، انه راح يستطيعون يروحون للقلعة على الجهة اليمين، واذا رحنا احنا على الجهة اليسار راح يستطيعون انه يفتحوا او يكشفوا عن المدمرات تبع العدو. بالنسبة اللي مكمبرين راح يكونون بالسبون تبعهم. فنبدأ بالفيديو. اني هاللعبة اني دائما، يعني مو دائما بس اكثر الاحيان، اروح بالنص حتى اضرب العدو من النص، من جنب الكاب، يعني من جنب مكان اللي تاخذ منه القاعدة. بس هالمرة قررت ان اروح على الجهة اليسار واشوف. طبعا العدو عندهم لاعب ممتاز اللي هو زرت من R2K، لاعب ممتاز، فاني توقعت راح يجي بالنص ويروح عادة على باتجاه القاعدة تبعنا، لان هاي اكثر اللاعبين سووها. بس مثل ما نشوف الافوش اجا بشكل هجومي، كلش هجومي صراحة. ما اعرف شنو كان يفكر، بس كانت لعبة غلط. مثل ما تشوفون ضربته مرتين لحد الان، هو بمكان كلش غلط، لان انا واقف هل داون، يعني ما راح يقدر يخترقني. مثل ما تشوفون ما قدر يخترقني، وخسر كل الاش بي مالته بدون فائدة. ما اعرف شنو كان يفكر صراحة، بس كانت لعبة سخيفة ضعيفة. هنا مثل ما نشوف حاولت انه اصعد فوق شوية، بس جتني ضربة، 2 جتني ضربة هنا من جنب البيس الياكت بانزر، لان شفت الالفا تبعها 800، والالفا الوحيد بهاللعبة اللي هو 800 هو تبع الياكت بانزر، اللي هي دبابة المانية مدمرة من درجة 10. فراح انتظر حتى انه اكون غير مكشوف شوية. مثل ما كتبت بالشات، قلت الواحد من الدبابات اللي بالنص لازم يروح للقلعة. ليش؟ حتى يكشف عن المدمرات تبعهم اللي مكمبرين، حتى نقدر نضربهم، نقدر ناخذ راحتنا اكثر باللعب. يعني مثل ما شفتوا، بس تطلع لفوق، بس تنكشف، راح تاخذ ضربة 100%. والصراحة المدمرات تبعهم الالفا تبعهم قوي. الياكت مانزر عندك 800، والأبي عندك 930، والأوبجكت عندك 640. صراحة راح تخسر هواية نقاط health points. فأنا إيش تاسوي هسه؟ دا أصعد فوق. طبعا مخاطرة، هاللعبة مخاطرة، يعني ممكن مثل ما قلنا الياكت مانزر مكمبر هناك، مثل ما تشوفون بالماوس دا أشر لكم هناك جنب القاعدة. وإذا انكشفت راح أخذ ضربة منه، ممكن أخذ ضربة من الأبي، ممكن أخذ من الأوبجكت. فراح اخاطر هالمرة، راح اصعد فوق احاول انه اكشف عن العدو. وكشفت عن الاي 5، وهسه ورا ما انكشفت، شوف مثل ما قلت لكم هذا مكمبر الياكت بانزر هناك. قلت لكم لعبة مخاطرة، واخذ الضربة منه، بس مو مشكلة لان عندنا لسه ضربات، عندنا لسه نقاط كثيرة. فنزلت ارجع انه ما انكشف، دا انتظر انه تشيفتين يروح بالقلعة وسوي سبوت. شوف مثل ما كتبت بالشات، قلت لهم الياكت فانزر جنب القاعدة، لازم تكشفون عنه حتى ما ناخذ ضربات اكثر، ناخذ راحتنا باللعب. بدنا ننتظر تشيفتين انه يروح يتقدم يكشف عنه حتى نقدر نضربه. بهالوقت جاء الـ FV ده يحاول يعبر. الصراحة امين لعبة غريبة منه انه يعبر هالوقت متأخر، بما انه خسر هواي نقاط. راح تشوفون
انه هو راح يموت بسرعة، فاني عندي ضربة عليه اكيد، واني واقف مكان هول داون ما راح يقدر يضربني، هو يرجع يضربني، فراح ضربة ضربة واحدة وارجع اتقدم، هو راح تكون عليه صعبة انه يضربني حتى انه هو ضرب بالحركة. مثل ما تشوفون الياكت بانزر هسه انكشف، عرفنا مكانه، فراح نصعد فوق ونقدر نضربه منا ونساعد الشيفتين اللي هو فتحها، اللي يعني مو فتحها، عفو يعني كشف عنه. فراح نصعد هذا المكان نقدر نضرب الياكت بانزر، سويت ضربة بدون ما ينكشف، ممكن انه تضرب لان حسب مكانه كان ممكن اكو احتمال انه تضرب. بس اني بهالمكان همين مخاطرة وهمين ممكن اخذ ضربة من الاف في. صراحة المكان شوي صعب بالنسبة للاف في والاوبجكت، لان شوف مثل ما اني واقف اعرف اني المكان انه اني واقف ورا حجار، حجارتين اللي هم واقفين قدام المدمرات تبعهم اللي هي الاوبجكت والاف في اللي مكمبرين بالبيس مالتهم. فراح اظل بهالحالة احاول اجي ضربات، مثل ما تشوفون الاي 5 شافني وحدي، توقع انه اني وحدي واني صاعد، فاجي حاول يباغتني، دخل علي ضربني ضربة بس راح يخسر كل الهيلث بوينتس مالته. مثل ما تشوفون تي ديز مالتنا ضربوه، وضربة بعد ضربة، ضربة بعد ضربة، وهذا انعلس يعني راح. ليش؟ لان لعب لعبة غبية، اجى علي حاول يضربني، حاول يسوي تريد زين انه يضربني بعدين يرجع، توقع انه ماكو احد ورايا، بس صراحة التيم ميت مالتي يعني مشكور لهم انه ساعدوني بيه، لان هسه اقدر اخذ راحتي فوق اكثر، لان هو لاعب ممتاز صراحة، من احسن يعني لاعب معروف ممتاز من كلان محترم. فهذا راح واحنا راح ناخذ راحتنا اكثر هنا. مثل ما تشوفون الشيفتين كشف عن الياكت بانزر مرة ثانية وهم ضربناه مرة ثانية. هسه الياكت بانزر تقريبا عند نص الهيلث بوينتس مالته، راح احاول اباوع منه انه ممكن الياكت بانزر راح يجي بالنص، ممكن راح يجي على القاعدة، لان مثل ما لان هو حسب حركته توقعت انه راح يجي على القاعدة. فظليت انتظر شوية، ممكن اكشف عنه، ممكن اعطي ضربة بعدين اتقدم وارجع لمكاني الاحتياطي. مثل ما تشوفون دا انتظر وانتظر الشيفتين، طبعا الشيفتين من مكانه يقدر يسوي سبوت، بس الظاهر انه الياكت بانزر ما اجى الصراحة، ما اجى، بس بقى ورا البيوت حتى ما ينكشف ما ياخذ ضربات. مثل ما تشوفون عندنا الاوبجكت هسه مكمبر هناك يم الحجار، هناك يم الطابوق، والتايب 61 صراحة جاي يولو، يعني اقول لك خلاص مليت انتظر، راح فات، راح ياخذ ضربة من الاوبجكت طبعا مثل ما تشوفون. وهسه بما انه الاوبجكت مكشوف، بما ان الياكت بانزر ما موجود، ضربنا الاوبجكت مرة، مثل ما تشوفون تايب 61 اللي راح بسرعة خيالية جوا انكتل، لان طبعا انكشف ضد المدمرات تبع العدو اللي هم عندهم الفا كبير ويستطيعون ان يدمروا بضربتين. فاني هسه بمكان ممتاز الصراحة بالنسبة لدبابتي، لان هول داون اقدر، ودبابتي عندها مثل ما قلنا الايم تايم مالتها ممتاز، البنتريشن مالته، قوة الاختراق ممتازة، فتقدر انه تسوي تريد وياك بانزر. انطيت ضربة بسرعة سناب شوت وتقدمت، هسه هو دا ينتظرني حتى اطلع مرة ثانية، بس انا ما راح اطلع. ليش؟ لان مثل ما دا اشوف الشيفتين ورا الياكت بانزر، فالشيفتين راح يجي من وراه، راح يضربه مرة من وراه، ممكن يكتله، فاني ليش دا خاطر بالاتش بي مالتي؟ فاحسن شي انه انتظر الشيفتين يضربه من وراه وبعدين انه اضربه. مثل ما تشوفون شيفتين ضربه، هسه اني فرصتي انتظره، شوف انتظرت نزل جوا شوية، اني رجعت مرة ثانية باوعت وضربته بالاي بي سي ار، ضربته بالجوانب مالته اللي هي الضعيفة، مثل ما قلنا البنتريشن مال هالدبابة عالي، فهذا الشكل هذا شيء ممتاز صراحة ضد الدبابات الألمانية اللي هي ثقيلة جدا. اما هنا مرة ثانية لودت اي بي سي ار وضربته، لان كان دي باوع على تيم ميت مالتي اللي هو الاي اس 7. ف كانت لعبة ممتازة. عندنا هسه
لازم نتعامل ويا الاي 100. الاي 100 مثل ما تشوفون طلع لي من فوق الجبل حاول يضربني، بس اني بهالمكان الدرع مالتي ممتاز والزاوية ممتازة، وهو صراحة ما عنده الجند بريشر، ما يقدر انه يباوع لي جوا هواية حتى ينطيني ضربة مثلا بالتورت مالتي هنقول، فحاول يضربني بس بعد الضربة ما قدر يخترقني. وهنا تشيفتين اجى دوره، هو من الجوانب راح يضرب الاي 100، تشيفتين عنده دي بي ام عالي طبعا فراح يأذي الاي 100، ضربه مرة الاي 100 انسحب، وهاي غلطة مني كان المفروض انه انتظر لحد ما ارجع يعني غير مكشوف بعدين اباوع، بس مع ذلك باوعت وارتكبت غلطة والاوبجكت ضربني مرة. مو مشكلة، عدنا بعد اتش بي ضربت الاوبجكت هالمرة، اني الاوبجكت صراحة اكرهها لما العب ضدها لان الزوايا تبع الدبابة صراحة تخليك انه ما تخترقها نسبة عالية، فحاولت اضربها ما اخترقتها، بس هالمرة اني مو مكشوف، راح الكشف لان الاي 100 راح، فهسه اني مو مكشوف واني بهاي يعني ورا بوش ما يقدر هو يعني يكشف عني، شيفتين من ورا واني من قدام، هسه راح اضربه من جانب مرة ثانية همين ما قدرت اخترقه لان دبابة روسية مثل ما تعرفون والزوايا مالتها قوية، فهو الاوبجكت حاول يجي من الجانب، بس صراحة غلطة كبيرة منه لان شيفتين ورا والاي 7 عندي ورايا واني منه، فراح ياخذ ضربات من كل الجهات. ضربته بسرعة مرة مثل ما قلنا اهمية الايم تايم مال الدبابة، اهمية الدقة مالته كلش ممتازة وتساعد انه تسوي ضربات سريعة وتنسحب. ضربته مرة وهسه راح اخلي لي تشيفتين لان تشيفتين مكان سيف ما راح يقدر ياخذ ضربات، بينما اني لو طالع له ممكن كان انه يقتلني واخسر واقلل الفرص انه يفوز باللعبة. فهسه احنا 3-2، هم عندهم الاف في عندهم الاي 100 اللي هم تقريبا دمهم كامل، فالشيفتين مثل ما قلنا دوره كبير باللعبة كلش كبير شيفتين باللعبة، صح هو بالنهاية ما سوى دامج هواية بس ساعدني كلش 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 انه نفوز باللعبة. فمثل ما سويت قبل سوي هسه، وهسه اني ورا البوش، فالأذي ما راح يقدر انه يكشف عني مثل ما تشوفون، راح اضربه بدون انه يكشف عني لان اني ورا البوش والبوش يساعدك انه ما تنكشف. ضربته مرة والمرة انكشفت، صراحة ما ادري ليش، ممكن لان الخلفية ما الدبابة كانت شوية طالعة ورا البوش وكان يقدر يشوف الافي ورا ما ضربته، فهسه الافي دا يحاول انه يضرب الشيفتين ما ادري ليش صراحة، هو بما انه اني انكشفت كان المفروض يضربني بايتشي ويقتلني حتى ياخذ راحته شوية اكثر، بس هو تركني واني بهالحالة راح استغلها طبعا ضربته مرة ثانية، وهسه شيفتين ضربه او الاي 7 قتله، بقى للعدو بس الاي 100 اللي هو فوق. اني مثل ما تشوفون ما عندي اتش بي هواية، بس مثل ما تشوفون مثل ما سمعتوا الاي 100 ضرب الاي 100 ضرب ضربة، فانا راح اتقدم وراح اضرب ضربتين لان اعرف الريلود مالتي اسرع من مالته بهواية، فعندي فرصة انه اضربه ضربتين وانسحب، فهاي هنا ضربته مرة اول مرة، والان راح اضربه مرة ثانية مثل ما تشوفون ضربته مرة ثانية، وهسه هو راح يتقدم وراح يقتلني لان شفت لان هو يعني صار عنده ريلود واني ما كان عندي صبر، والصراحة كانت يعني كانت تريد ممتاز لان اني ضربته 3 ضربات تقريبا 1200 دامج سويت له، وهو ضربني ضربة واحدة اللي هي 300، فكانت صراحة تسوى انه اموت، ممكن انه يقتلني اوكي مو مشكلة، بس احنا كل احوال فايزين اللعبة، كل احوال عندي بعد دبابتين وياي وراح يفوزون اللعبة، هو صار 1 shot أو 2 shot بالنسبة للشيفتين، وتقدموا جماعتي هسه مثل ما تشوفون الاي 7 وتشيفتين راحوا له من ورا وكتلوا
لعبة ممتازة الصراحة كانت. تشيفتين الصراحة مشكور له هواية اني، لان لاعب ساعدني هواية من الجانب، و يعني ساعدني، لو مو مساعدته ممكن ما كنا نفوز باللعبة، وممكن اني ما وصلت للدامج اللي اني سويته. فهسه راح اشوفكم سكرين شوتس، وراح نشوف كمية الضرر اللي اني سويتها باللعبة. مثل ما تشوفون هاي كمية الضرر اللي انا سويتها باللعبة، 6221. طبعا فيرست كلاس ما جبنا الماستري، لان صراحة يعني شوية كان من نوع كامبرة، ف ما قدرنا نسوي الماستري لان ما سوينا مساعدة للفريق من ناحية كشف او من ناحية تراك، يعني توقف دبابات او شي. بس 6221 دامج، كمية كبيرة مو قليلة للعبة، واثنين كيلز طبعا كمان مهمة. مثل ما تشوفون بالنسبة للفريق تشيفتين ما سوى ضرر كبير، بس مع ذلك مثل ما قلت ساعدني هواية 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 من جانب، ولو ما هو يمكن ما كان وصلت لها اللعبة وما كان سويت الضرر اللي انا سويته. وبالنسبة للآي 7 همين صح ما سوى هواية، ما سوى كلش هواية دامج، بس همين لولا هو ما كان فزنا باللعبة. زين هسه راح نروح للريبلي الثانية. اي شباب هاي اللعبة الثانية هسه راح نلعبها بالاف في 215 بي. مثل ما تشوفون عدنا بالفريق مالتنا 4 دبابات ثقيلة، دبابة متوسطة و2 مدمرات. بالنسبة للعدو عندهم 3 دبابات ثقيلة، دبابتين مدمرة، و2 متوسطة. فاني راح اروح للجهة اليمين، لان مثل ما تشوفون احنا السيت اب مالتنا هواية دبابات ثقيلة، وهم نفس الشي بس عندهم 2 متوسطة، احنا عندنا 1 متوسطة. فراح نخلي الجهة اليسرى ما يحتاج انه تابعها. بالماب اني يعجبني انه اروح اتقدم، مرات تشوفوني اروح على الجسر، كلش على الجسر، الزق بالجسر، لان هاي الدبابة درعها من فوق ممتاز. فتروح على الجسر انه تكشف عن العدو مالتك بحيث جماعتك يقدرون يضربوه بشكل ممتاز. فتقدمت هالمرة راح ادخل بالبوش. اول شي خطوة تسويها انه ما تنزل جوا رأسا، اذا تنزل جوا مباشرة ممكن راح تشوف قدامك بالنزلة في شي 4 من العدو اللي ضدك، راح يضربوك 4 وراح تخسر هواي هواي نقاط. فاني سويت جيت هنا شوية بطيء، تقدمت كشفت لقيت بس الاي 7، نزلت بسرعة سويت ضربة سريعة، حظ وياي جت الضربة ونزلت جوا. تقدمت ما لقيت احد، فصعدت فوق هالمرة الاي 75 لك فوق جماعتي من ورا، واني تقدمت هنا هذا المكان صراحة ممتاز. ليش؟ لان انت عندك 7 درجات gun depression، تقدر تنزل سلاح مالتك وتضرب العدو بدون انه تكشف هواية من دبابتك. فاني تقدمت هالمرة شفت الاي 75 سويت ضربة سريعة سويت ضربة سريعة بالكوبولا مالته ونزلت. الافي حاول يضربني بس مثل ما شفتوا اني سويت ضربة سريعة ورأسا رجعت، لان اذا ظليت واقف كان ممكن انه الافي بشكل هو كبير انه يضربك. بس لازم بهالمكان دائما تتذكر اصعد اضرب ضربة سريعة وانزل، لان هاي الدبابة عندك دقة عالية وباكثر الاحوال راح تضرب وراح تخترق. فلازم بسرعة تقدم ترجع تسوي ضربة وترجع، ما تظل نفس مكانك، اذا تظل نفس مكانك راح تخسر هواي نقاط. هالمرة مرة ثانية طلعت، بس هالمرة مثل ما تشوفون الاي 75 طلع بشكل هجومي، فكل الاحوال راح يصير عنده رؤية عن الجهة اليسار تبع دبابتي وراح يخترقني. مثل ما تشوفون اخترقني، بس اني نفس الوقت اخترقته. وهالمرة انا عندي دي بي ام اكثر واستعملت الادرينالين، فراح اقدر انه اضربه قبل ما يضربني. بس بهالحالة مثل ما تشوفون ضربته بسرعة بالاي بي سي ار، ضربته بسرعة بس اخذت ضربة من الاي 7، لان اي 7 كان يقدر يشوفني. مثل ما تشوفون حتى الاوبجكت كان يقدر يشوفني، كان يريد يضربني صراحة. مثل ما تشوفون يعني عنده انه فرصة ضئيلة انه يضربني،
فكان لازم انه اني بسرعة ارجع بسرعة حتى ما يشوفني مضربني. بس مثل ما تشوفون انا كنت مكشوف كلش الجانب من دبابتي للاي 7 وكان بسهولة يقدر يخترقني. طبعا بعدين ضربت الاي 75 نزلت هسه ايش راح اسوي؟ راح اسوي نفس الشيء. هسه خايف اني شوية لان شوف مثل ما تشوفون بالخريطة ما لقيت الدبابات المتوسطة مالتهم، فتوقعت انه ممكن يكونون على الجهة اليسار، ممكن يضربوني من الجهة اليسار وما حد ما راح يقدر احد انه يكشفهم. هاي الصراحة مشكلة اذا كنت بهالمكان وكان عند العدو دبابات متوسطة وخفيفة، واي دبابة على الجهة اليسار راح تاخذ ضربات من الجهة اليسار بشكل رهيب، راح تخسر هواي نقاط وما راح تقدر تسوي شي باللعبة. فهاي اللعبة الان سويتها شوي هجومية زيادة وشوي خطرة. اي 75 مثل ما تشوفون طلع بالنسبة للفريق ماتي كله، وعندنا الـ FV-183 طبعا بالالفا ماته العالي ضربه ضربة واحدة وموت. حد الان احنا خسرنا دبابة، هم خسروا دبابة 6-6 بعد هواي وقت اكو على اللعبة، واني رجعت لنفس مكاني حاول العب هول داون، كشفت عن الاي 7 حتى جماعتي يقدرون يضربوا، ونفس الوقت الاوبجكت احاول اكشف عنه. وبهالوقت مثل ما لاحظت اكو دبابة متوسطة وراي اللي هو ال WZ، فاني كل احوال ما راح اسوي له شي لان عندي جماعتي وراي 3 دبابات 4 دبابات قدرون هم يتعاملون اياه. بس اني راح احاول بهالوقت اللي هم يحاولون يتعاملون ويا ذاك ال WZ احاول انه اخلي العدو يعني ما يتقدم، احاول انه امسكهم. مثل ما تشوفون عندنا الاوبجكت راح من ورا بشكل هجومي جدا، وهو همين سوى مخاطرة، بس هالمخاطرة الصراحة فادتنا يعني مثل ما تشوفون الاوبجكت دار، وانا بهاللحظة صار عندي وقت انه اضرب الاوبجكت. اي 7 ما ضربني، ممكن كان ريلود، بس ضرب هاي ضرب واحد من جماعتي، انا لاحظت انه هو ضرب فاني قدمت راح اضرب مرة ثانية الاوبجكت. مثل ما تشوفون ضربته بHE لان من الخلف الHE من الخلف الاوبجكت ضعيفة. وبالنسبة ما حكيت لكم احنا انه الFV عندها الHE penetration كلش 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 عالي، وهذا الشيء اللي فضلها اللي انا افضله ضد ال 113 دبابة صينية جديدة، انه عندك بالHE DPM رهيب، عندك قوة اختراق رهيب، وعندك الالفا مالتها رهيب بالHE. شيء كلش مهم انه تاخذ وياك HE بالدبابة، كلش كلش مهم تحتاجه. مثل ما تشوفون الاي 7 دار، الام اكس دار، كلهم داروا على الاوبجكت. الاوبجكت صراحة خلاهم يغضوا النظر عنه. بهالحالة انا راح استغلها وضربت الاي 7 من الجانب. مثل ما تشوفون الاي 7 الاي ام اكس والفي كلهم ديباعون على الاوبجكت، والكونكيرور الكونكيرور انعلس راح بالزلق، وهسه بقى الاوبجكت. الاوبجكت ضربة واحدة همين مش شي ممتاز. مثل ما تشوفون هاي فائدة الاتش اي ضد AMX ضد الميديومز ضد اي شيء من ورا تقدر تضرب الHE واستفاد منه. شفت الضربة 644 طبعا جاب لنا الماكس رول اللي هو اعلى ضربة ويا الHE، يعني صارت شكل رهيب 644، يعني الدامج اللي يسويه مدمرة. مثل ما تشوفون الاوبجكت همات، بقالنا احنا 4-5. هسه الليوبارد حاولت اضربه بس رجع لي ورا عرف، وهالمرة ما عرف صراحة وتقدم وسوى غلطة كبيرة. مثل ما تشوفون مرة ثانية احول الاتش اي، مرة ثانية اضربه بالاتش اي وضربته ب505. بالنسبة لهالريلود بالنسبة للدي بي ام اللي عندك، ولما تضرب اتش اي بعد راح تزود الدي بي ام هواية هواية، وراح تستغلها وراح تسوي ضرر عالي. الاف في مالتهم كتله منو ال WZ صراحة اني ما اعرف منين اجا صراحة. اني كنت عم العب هنا وشو على غفلة اشوف ال FV مات، اشوف بالخارطة اشوف لك ال WZ على الجهة اليمنى، منين اجا ما اعرف، شلون اجا والله ما اعرف. المهم قدمت هنا الليوبارد نفس الشي، همين رجعت وضربته مرة ثانية بالHE. مثل ما تشوفون ضربتين 1005، ضربتين بالHE 1005 مقارنة بالAP اللي هو الألفا ماتك 400. قول شوية حظك وياك راح تزيد الألفا ماتك، راح تصير يعني عندك فد قول 850
بس ويا الايتشي صار عندك الف، فراح تزود فرصك انه تفوز، راح تزود فرصك مثل ما تشوف دمه صار 645. واحنا عندنا افي المدمرة او اي مدمرة ثانية عندهم الالفا الكافي انه يقتلون الليوبارد بضربة واحدة، بينما لو استخدمت الاي بي كان ممكن انه يبقى عنده 800 نقاط او 900 نقطة، واللي هم المدمرات العادية ويا الالفا مالتهم 640 ما راح يقدرون دمروا او كتلوا. فانا بقيت بالمكان تبعي المعتاد الدبليو زت مات، بقينا 3-3. الاي 75 كتل الدبليو زت مالتهم من جهة ثانية الميديوم، هذا كان شيء مهم جدا، لان لو ما كان كاتل كان ممكن يجي من الخلف، كان ممكن يضرنا هواية. ف هسه اني عندي 3-3 الاي ام اكس والاي 7 والليوبارد، واني طبعا علي عندي افضلية المكان لان دار ابو داون، دا استخدم الدرع ماتي بشكل جيد. مثل ما تشوفون الاي ام اكس اجا ضربته ضربة بسرعة ونزل جوه، مثل ما تشوفون غلطة كبيرة هو سواها لان الافي كان ورايا، انا ضربته ضربة، الافي ضربه ضربة وعلى غفلة راح الاتش بي مات وصار ضربة واحدة. بس انا نزلت بسرعة، نزلت خوفا ان هو ينزل علي، فاني نزلت جوا كلش حتى انطي فرصة لنفسي، انطي وقت لنفسي انه الود ضربة ثانية، ممكن اذا نزل ضربة مرة ثانية واقتله بدون ما اخذ اي ضرر. فهسه هو صار ضربة واحدة ليوبارد 600، الاي 7 800 ضربتين، فراح ارجع لمكاني نفس الشي. عندك ليوبارد دي يسوي دي يحاول يعني انه يتقدم، بس صراحة كان مفروض هو يروح من جهة ثانية يخدعنا ومن ورانا ويستغل انه هو دبابته سريعة، بس ما اعرف ليش كان يسوي هنا. هالمرة ضربت ما كان حظ وياي صراحة، ما قدرت اخترقه من رغم انه هو دبابته من اضعف الدبابات باللعبة، ما قدرت اخترقه. نزل جوه انتظر ممكن الافي يضرب الاي 7، عنده فرصة، حاولت تضرب الاي 7 بجانب التورت مالته، لان يعني ممكن عندك فرصة ان تخترقها اذا ما تعرفون انه الاي بي سي ار مال الدبابة اختراقه عالي، والاي 7 جنب السلاح تبعها جنب المدفع تبعها شوي عندها نقاط ضعف، فممكن انه اخترقها. حاولت وما قدرت اخترقها. دا انتظر احول ريلود مرة ثانية الاي ام اكس مرة ثانية، غلطة ثانية مثل ما تشوفون طلع علي وانا ضربته، اجي ما اعرف ليش صراحة، لو بقى ورا الاي 75 كان شي جيد، لان كان ممكن يلهيني، كان ممكن الاي 7 يستغل اللهوة. فاجا كشف عن نفسه واني استغليته وضربته وقتلته. مثل ما تشوفون بقيت انا ضد الاي 7، ليوبارد راح الجهة اليسرى، فبقيت انا والاي 7، وانا اعرف انه دي بي ام مالتي اعلى من الاي 7، وبهالزاوية هو ما مسوي يعني هو ما مسوي انجل، ما مسوي زاوية ممتازة لدبابته بحيث انه تصد ضربات، هو منطيني الجانب مال مثل ما يقولون نو سبايك مالته، او هنقول خشم سميها خشم بالعربي مالته، لان اي 7 هذا خشم. ف اعطاني جانب منه من الخشم، والاي بي سي ار مثل ما قلنا مال اف في الاختراق مالته قوي قوي قوي، فقدرنا نضربه بالاي بي سي ار واخترقناه، هو ما قدر طبعا يخترقني لان انا كنت بمكان ممتاز بالنسبة للاف في واستخدمت الدرع مالتي بشكل صحيح، فما قدر يخترقني. مثل ما تعرفون دي بي ام مالتي اعلى بهواية هواية هواية من الاي 7، فتقدمت عليه ممكن راح اخذ ضربة، ممكن اخذ ضربتين، بس مثل ما تشوفون الاتش بي مالتي لحظتها 992، يعني هو لازم يكون محظوظ انه حتى يقتلني. هو الالفا مالته 490، 490 ضرب 2 980، يعني ممكن يقتلني، بس مثل ما تشوفون دي بي ام مالتي اعلى 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 بهواية من مالته، فاني راح اقدر اضربه مرتين، ممكن اخذ ضربة بس راح اقدر اضربه مرتين. ضربته مرة، هسه هو راح يضربني لان هو راح يكون محمل الضربة مالته، فراح يضربني مرة بس. هالحالة مثل ما تشوفون صار عندي ثانيتين راح ضربه، فهو مستحيل انه يحمل مرة ثانية مدة ثانيتين، والاتش بي مالتي 514، فلازم يكون محظوظ كلش حتى يقتلني ضربة واحدة. فضربته قتلته، هسه بقى الليوبارد بحته. مثل ما تشوفون الليوبارد صراحة تأخر بالفلانك مالته، كان كلش متأخر، كان مفروض من البداية يسويها،
بس تأخر، وهاي غلطة منه. بس مثل ما تشوفون احنا ثلاثتنا رايحين على الليوبارد، الاي 75 ضربه مرة والاف في ضيع، ما اعرف شلون صراحة بس ضيع. المرة راح اتقدم بسرعة قبل ما الاي 75 يرلود، وضربته بضربة سريعة حتى اخذ الكل، وصار عندي 4 كتلات باللعبة. لعبة صراحة جيدة، استخدمنا الدرع مالتنا بشكل ممتاز، استخدمنا الفيو رينج مالتنا بشكل ممتاز، استخدمنا دي بي ام طبعا بشكل ممتاز. كان اكو كم غلطة باللعبة، بس كل لعبة لازم تغلط الصراحة، مو دائما راح تضبط وياك، مو دائما راح تضبط وياك انه ما تغلط اي غلطة باللعبة، لازم يكون عندك غلطة. بس مع ذلك راح نشوف الضرر اللي سويناه بهاللعبة. مثل ما تشوفون هاي كمية الضرر اللي سويناه بهاللعبة. الافي على هالخريطة جبنا ماستري، ليش؟ لان سوينا سبوتينج، سوينا مساعدة لفريقنا، مع ذلك سوينا دامج، سوينا كيلز، وسوينا كل شيء ممكن انه نسويه بالخريطة بهالدبابة. 6278 ضرر اللي سويناه واربعة كيلز، صراحة بشكل ممتاز، شيء ممتاز. مثل ما تشوفون الاكس بي اللي جبناها 1620، تقريبا ضعف ثاني اقوى اكس بي اللي هو الاف في 183 ب 849، ضعف تقريبا. لعبة ممتازة كانت صراحة، شكرا للاف في وشكرا للاي 75 طبعا ساعدوني بالفوز، خصوصا الاف في ويا الاي ام اكس، لان لو ما الاف في ضرب الاي ام اكس وانا ضربه كان ممكن انه ينزل علي بسرعة كبيرة، وانه هو عنده كليب عنده 3 ضربات ممكن كان يقتلني بالكليب مالته، ممكن كان نخسر. بس هو ساعدني لفي والاي ماكس بعدين غلط، شاف نفسه غلط ورجع وبعدين غلط مرة ثانية وقتلنا. المهم هاي ثاني لعبة كانت وياكم اليوم. فشباب شكرا على المتابعة الريفيو، ممكن راح تشوفوني اني يعني ممكن بالحكي ما جنت كل زين صراحة، بس راح احاول اعود نفسي على المرات الجاية. اذا عجبتكم طبعا انطوني رأيكم بالكومنت، اذا عجبتكم الريفيو اسوي اكثر قلولي، اذا اكو شغلات اغيرها لازم قلولي، لان هاي اول مرة اسويها اني، ومن نوع اني مو متحكي كلش هواية، ما احكي كثير بهاي الشغلات، ما يعجبني اسوي ريفيوز، بس قلت اشفص اشوف الوضع واخذ ارائكم طبعا بشكل اكيد. اذا عجبتكم قلولي، اذا ما عجبتكم قلولي شنو نصائحكم، شغلات اغيرها لازم، شغلات احسنها، شغلات مو زينة، انتقاد، كل شي كتبولي، كل شي انا اريد منكم، كل واحد اريد رأيه. فشكرا على المتابعة ونشوفكم المرة الجاية.